السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اروع بغيوش سهل وبسيط بمذاق لا يقاوم واخف من القطن، بواحد المكون اللي كيزيدو لذة وخفة. نتمنى انكم تجربوا لانه اكيد اكيد غادي يعجبكم وتولي عندكم وصفة معتمدة. وكما العادة باش نجح معكم الوصفة يكفي انكم تحترموا المقادير وطريقة التحضير. واللي مازال مشتركش في القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي. ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بدي لايك ونبداو على بركة الله. وكنحتاجو في المقادير 750 غرام من الدقيق ما يعادل 7 كؤوس غير مملوءة، ونصف كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 175 مللتر، كأس من الماء الدافئ ما يعادل 175 مللتر، كأس غير مملوء من سكر سنيدة ما يعادل 130 غرام، كأس غير مملوء من زيت ما يعادل 120 مللتر، حبة من البطاطس متوسطة الحجم ما يعادل 250 غرام اللي قطعتها وسلقتها، بيضتان، فانيلا، ملعقة كبيرة من حليب بودرة، حبة من جبن مثلث، قبصة ملح، ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من خميرة فورية ما يعادل 10 غرام، وملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية ما يعادل 7 غرام. وكخطوة أولى غادي نديرو جميع المقادير مع عدد الدقيق وخميرة كيميائية والملح في خلاط كهربائي ونحركوا الكل. وبطبيعة الحال بإمكانكم الاستغناء عن الخلاط الكهربائي، تمعكوا غير بطاطا والجبن بالفرشاة وتجمعوا الكل بيديكم، ولكن كتبقى هذه الطريقة أسهل. ودابا غنفرغوا الخليط في اناء اللي غادي نعجنوا فيه، ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق والخميره الكيميائيه والملح. وبطبيعه الحال تيبقى الدقيق على حسب الخليط، انا هنا احتاجت 750 غرام، ولكن حاولوا تضيفوه بالتدريج حتى تحصلوا على القوام اللي موضح في الفيديو. ومن بعد خليتها تعجن لمدة ديال ربع ساعة تقريبا. وكنحصلوا عليه بهذا الشكل اللي موضح في الفيديو، تيكون القوام ديالو خفيف واخا يكون كيتلصق شويه في اليدين عادي، لان فيه بطاطا هي اللي كتخليها تكون هكا كتلصق. ما تحاولوش تضيفوا الدقيق بزاف، لان الخفه ديال العجينه هي اللي كتخليه يجي خفيف. من بعد غادي ندهنوا يديكم شويه بالزيت، وغادي نحاولوا نجمعوا العجين، وغادي نغطوها بلاستيك غذائي ونحطوها ونخليوها حتى تخمر جيدا كما سبق لي وقلت لكم في الفيديوهات السابقه ديال لي بغيوش. من اسرار هو انه خصو يخمر جيدا كما غتشوفوا معايا من بعد، وبما انه حنا في فصل الصيف فغادي يخمر معاكم بسرعه. وكما كتشوفوا فخمر جيدا، خليته يخمر مزيان مزيان مزيان. انا ما كنبغيش نحدد لكم الوقت لان على حسب الجو، يعني في الصيف ماشي بحال في الشتاء. مهم هو انكم تخليوه يخمر مزيان ضعف الحجم ديالو حتى 4 المرات. دهنت يدي بشويه الزيت وغادي نحاول نخرج لي غاز من العجين. كما كتشوفوا راه العجين كتكون خفيفه بزاف، هذا هو اللي كيخليه يجينا البغيوش من بعد خفيف كذلك. غنحتاجو لصينية الفرن اللي غادي نغلفوها بوراق طبخ، وغنشكلو لي بغيوش ديالنا بكل سهولة بالطريقة اللي كنشكلو بها المسمن على شكل كريات بمساعدة الزيت. وحاولوا تشكلو كريات صغار لأنهم من بعد كينتفخو.
قبل ما نشكلوا اي كريه كندهنوا يدينا بالزيت باش ما كتلصقناش العجين في يدينا، وكيسهل علينا التشكيل، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا كاع الكميه اللي عندنا. ومن بعد ما كنسالو كاع الكميه اللي عندنا كندهنوهم بصفار بيضه وملعقه كبيره من الحليب وقطرات من الخل، وراني حصلت على 19 حبه. والتزيين كيبقى اختياري كما العاده، انا اختاريت هنا نزين البعض برقائق اللوز اللي حمرتهم قبل في المقلات، والبعض الاخر غادي نزينه بسمسم اللي هو الزنجلان. من بعد غادي نغطيوه بالزيف ونحاولوا ما يجيش مباشره على البغيوش، غادي نديرو كاسين باش ما يقاش البغيوش، ما يخسرناش الشكل ديالو اولا يتلصق عليه، وغنخليوه يخمر المره الثانيه حتى يتضاعف الحجم ديالو كما غتشوفوا معايا من بعد. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيختمر. دابا غادي ندخلو الفرن اللي سبق لي وسخنتو على درجه حراره 180 درجه، مشعول من الفوق ومن التحت، وغنطيبوه لمده ربع ساعه تقريبا. ومن بعد ما كنخرجوه من الفران كما كتشوفوا معايا ما شاء الله شحال تنفخ وشحال جا خفيف بزاف بزاف. صراحه انا كنعجز نوصف لكم، لان شنو ما قلت لكم راه ما نقدرش نوصف لكم داك الخفه اللي كيجي فيه وداك المذاق الرائع، راه تاكل حتى ربعه ما غاديش تحسوا به كاع. وكما كتشوفوا راه الصوره كتعبر على نفسها، نخليكم تجربوا وتحكموا بنفسكم. وحتى في اليوم الثاني والثالث ما تحتاجوش تسخنوا لانه ما كيتفرتتش ابدا، تبقى القوام ديالو كما يلا طيبناه خفيف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، ولا عجبكم الفيديو خليوا لي دي لايك وخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونخليكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله.